لقاء الاهلي والاسيوطي بفوز الاهلي بهدف مقابل لا شيء يسعدنا في هذه اللحظات ان يكون معنا الكابتن هادي خشبه مدير الكره بنادي الاسيوطي. كابتن هادي برحب بحضرتك وبحييكم على الاداء رغم صعوبه النتيجه. اهلا وسهلا بيك، وطبعا هي مباراه كنا مستعدين ليها بشكل كويس، واللعيبه النهارده ادوا بشكل رجولي وكانوا منظمين في الملعب من بدايه المباراه لاخرها. لكن الحقيقه الشوط الثاني يمكن ضربه الجزاء اللي جت علينا معنا يعني فوجئنا كلنا بيها، ما اعرفش مدى صحتها من عدمها، لكن طبعا سببت شويه ارتباك شويه عندنا في التلت اللي في الوسط، بس اللعيبه ادوا بشكل كويس، كانوا رجاله طول المباراه، عملوا مجهود كبير جدا في كل الخطوط. يعني حاولنا الشوط الاولاني ان احنا نروح باكثر من كوره بنحاول نوصل، لكن طبعا دفاعات الاهلي ووسطه كان مقفل مساحات بشكل كبير جدا، لكن كان في نديه في الاداء تقريبا طوال المباراه. يعني كابتن هادي، تلاحم المباريات اعتقد سوء ارضيه الملعب، حتى في بعض الناس اشتكت بسوء، تعتقد من وجهه نظر حضرتك كنجم كبير يعني لها تاثير على الاداء النهارده؟ وطبعا انت ضغط الدوري على طول كل اربع ايام مباراه، ومباراه كلها بتبقى صعبه وكله تحت ضغط النقاط، اللي بينافس على المركز الاول زي النادي الاهلي ايضا تحت ضغط النقاط، اللي في المنطقه اللي في الوسط ايضا بينافس تحت ضغط النقاط، فكل الفرق طبعا مضغوطه بدنيا ومعنويا، نفسها تبقى اي مباراه تدخل يبقى فيها تحدي كبير، كل ده بيبقى فيه ضغوطات، لكن في الاخير بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتميز في كل مباراه. شايف الاهلي من وجهه نظر حضرتك ازاي هذا الموسم؟ لا، الاهلي ما شاء الله فريق متميز وفريق يعني عامل نتائج طيبه، نتمنى له ان شاء الله مزيد من التفوق ان شاء الله. شكرا. وده كان لقاءنا مع الكابتن هادي خشبه مدير الكره بنادي الاسيوطي، اللي اكد زيه زي الكثير من المدربين الدوري العام على تلاحم المباريات بيسبب ضعف